أنا أعتقد أن هذا يعني هذا نتيجة الدراسات، أن هناك خطر داخلي، شباب يواجه بطالة، يواجه غضب، يشعر بأنه هناك نوع من عدم العدالة، وهذا ما فجر الربيع العربي. وليس قضية أن والله إخوان سلف تيار ديني تيار كذا، لا، الناس تشعر بعدم العدالة. وإذا عدنا إلى البحرين، المثال الذي ذكره الدكتور، يعني الآن عندما لو كان يعني كثير من أبناء الشعب البحريني يشعرون بالعدالة في التوزيع والعدالة الاجتماعية، يعني حتى لو يأتي عامل خارجي يحاول تحريكهم ضد النخبة الحاكمة لن يتحركوا. لكن السؤال، أنا أسأل قبل أن أتهم أن هناك أيادي خارجية وأصابع خارجية تلعب، أسأل يا أخي هل في سبب أن أبنائي ثاروا علي؟ هل أنا أعطيت أبنائي سببا كي يغضبوا ولا لا؟ موضوعنا الحين تفاصيل البحرين دكتور، بس لا مو البحرين، مو تفاصيل، انا اقصد داخل دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام. لا بشكل عام. اي مجتمع، اي حاكم خليجي، اي نخبة حاكمة خليجية عليها ان تسأل هل علاقتي بشعبي طيبة ام لا. بس هذا قصدي انا، يعني لم اعطيت مثال، بس لان دكتور شفيق ذكره مرتين. فانا اقول بس كل نخبة حاكمة، لان الوحدة الداخلية عبد الوهاب هي تجعل الدولة تقف في وجه اي خطر، لكن التفكك الداخلي هذا مرض، هذا كارثة. نعم، واضحة هذه النقطة دكتور. استكمل معكم هذا الحديث ولكن بعد فاصل قصير.